تميزت في موضوع الطبخ بالحساب صح؟ صح. أي ما شاء الله. كيف ممكن نوظف الوجبات والطبخ نفسه في مثلا سعادة الأسرة في استقرارها؟ شوف هو المطبخ قلب المنزل. يعني هو اللي بيحضر المنزل. بس يروح المطبخ فالمطبخ هو المكان اللي تجتمع فيه العائلة على الأطباق على على كل شيء وهو أساس قلب يعني خلاص طلب وراه راح القلب طبعاً فشيء مهم المطبخ الأطباق اللي بتحضرها المرأة اللي بتجمع عائلتها على المائدة هذه أساس. واهتمامك أنت في الطبخ من متى بدأ؟ أنا صغيرة والله في المطبخ وحب الطبخ وبحب يعني أكثر شيء بحبه في المطبخ إني آخر شيء لما أحط السفرة بتكون جاهزة ويجتمع كلها هيدي متعة بتروح تعب الطبخ كله بتعمل متعة كبيرة للطبخ.